حبايبي، شلونكم؟ اخباركم؟ كل عام وانتم بخير، رمضان كريم علينا وعليكم، ينعاد ان شاء الله بالصحه والسلامه على جميع المشاهدين، على جميع متابعيني واحباب قلبي. اليوم راح اسوي لكم اول يوم رمضان ان شاء الله. اليوم راح نسوي طريقه عمل حميس الكبد بالصاج على يعني على الفحم، فانتم مثل ما تحبون، طبعا على الفحم او على النار على الطباخ ماكو مشكله يعني، بس يعني على الفحم ينطي طبعا طعم اطيب. ويعني هاي الطريقه تعلمناها بصراحه من الاتراك، يعني على طريقه الاتراك يعني يحمسون اللحم او الكبد يعني نفس الطريقه عندهم. وهسه راح نبدا ان شاء الله بالمقادير. عندي طبعا كبد مال غنم كامل ترامته بهالشكل هذا، يعني هذا الكبد وهذا اللي احنا نسميه فرفاش، كله ترامته بهالشكل هذا مكعبات صغار. عندي الشحم اللي ويا الكبد طبعا هم استخدمه ما اذبه، هم ترامته نفس الطريقه بهالشكل هذا. عندي تقريبا شي بصلتين كبار او ثلاثه وسط، واريد اسوي اليوم قسم من اهل البيت يعني يحبوه بطماطه، قسم يحبوه بدون طماطه، فراح اقسمه قسمين اسوي. طبعا اول شيء راح احمسه واكمله، وبعدين اشيل قسم من عنده بعد ما يستوي واضيف الطماطه وباقي المكونات. فعندي بصلتين او ثلاثه، اذا حجم وسط ثلاثه، اذا كبار اثنين. عندي طماطه طبعا حسب يعني ما تحبون، مثلا هاي تقريبا نص كيلو. عندي فلفل، هاي يعني شيء اختياري مو ذات أهمية يعني، بس ينطي طعم. ويعني والفلفل انتم مثل ما تعرفون يعني الفايدة مالته شلون، كثير فوائد للجسم يفيد، فدائما خليه، وهم ينطي طعم وهم الألوان مالته كلش حلوة بالأكل، خصوصا يعني بهاي الشغلات الحميس وربعة، خصوصا احنا يعني بشهر رمضان الفضيل نحتاج إلى يعني شغلات مفيدة للجسم، خضروات هواية، بروتينات يعني كميات يعني مو هواية وإنما شيء بالمعقول يعني إن شاء الله. يعني هذا الكبد تقريبا بصراحة ما وزنته بس أكثر من كيلو، تقريبا كيلو ونص. إحنا خمس نفرات، راح مثل ما قلت لكم أقسمه قسمين. عندي الفلفل يعني اثنين أخضر من هذا يعني حجم كبير، اثنين حجم رفيع بس يكون مو حار، وحده او اثنين فلفل احمر من هذا الشكل، بهذا الشكل. فلفل اخضر حسب، العفو، فلفل حار يعني حسب ما تحبون، طبعا احنا شي اختياري يعني قسم هم يحبوه حار قسم يحبوه مو حار، فهم راح اسوي يعني شكلين، فشي يعني اللي بالطماطه راح اسوي قسم حار قسم بدون فلفل حار. وان شاء الله ابدي بطريقه العمل. العفو، نسيت البهار، طبعا الملح ما ننساه طبعا بكل اكله، ماكو اكل بدون ملح، فالملح حسب ما يعني حسب ما ترغبون انتم. عندي بابريكا، الفلفل الاحمر الحلو، لان انا مخليه هناك حار فما احتاج هنا بهارات حاده، اريد اشياء يعني بس تنطيني طعم للكبده اللي عندي. وعندي بهار مشكل او بهار جدر احنا بالعراق نسميه، بس قسم من عندهم يسموه بهار مشكل، او سبع بهار هم تخلون ماكو مشكله، يعني يا اما بهار جدر يا اما بهار سبع بهار، وحده من عنده. وان شاء الله راح نطلع برا نعلق النار ونشوفكم ان شاء الله شلون راح نبدي بطريقه العمل. وهسه حبايبي خلينا الصاج هالشكل. خليت الشحم دي اول شي طبعا احمسه يعني دب الدهن، وبعدين اخلي البصل، ده الشكل صار عندي بعد ما نزل من الدهن مالت الشحم. اخلي البصل احمسه ويا الشحم الى ان يذبل، وهسه حبايبي بهالمرحله هاي صارت عندي اخلي الفلفل
الحار ما راح اخليه لاخر مرحلة اضيفه، لان عندنا ناس يحبون الحار وقسم ما يحبون الحار. تقريبا الفلفل ظل دقيقة اخلي بيه، طبعا تقريبا مستمر مع الفلفل. هسه اخلي الكبد، وابدا اخلي بيه. طب هالمرحلة نضيف البهار، بس الملح نخليه باخر مرحلة. هاي عندي البابريكا، بهار جدر او بهار مشكل تقريبا ملعقة كبيرة. وأظل أقلب بيه وأغطي. هسه في هالمرحلة أظل أقلب بيه وبعدين أغطيه وأتركه، ما أضيف له أي مي، أترك المي مالته يعني هو ينزل من عنده مي، وبعدين أقلبه شوية وأرجع أضيف له تقريبا كلاص مي ونتركه إلى أن يستوي. هسه حبايبي بعد ما صارت هالمرحلة هاد اظل احمس بيه، نزل الماي وبدا ينشف عندي، راح احمس بيه وهسه اضيف له الماي. اضيف كلاص ماي، كلاص واحد. التقليبة اخيرا، واتركه عادي اغطيه واتركه حتى هو ينشف على كيفه ويستوي. احاول اجمع بالوسط واغطي. هسه حبايبي بعد ما صارت هالمرحلة هاد اظل احمس بيه، نزل الماي وبدا ينشف عندي، راح احمس بيه وهسه اضيف له الماي. اضيف كلاص ماي، كلاص واحد. التقليبة اخيرا، واتركه عادي اغطيه واتركه حتى هو ينشف على كيفه ويستوي. احاول اجمع بالوسط واغطي. هسه بدا ينشف عندي، ظل ماي قليل. كل شويه طبعا ما اتركه، لازم كل شويه اقلبه الى ان ينشف الماي عندي ويستوي. وهسه تقريبا عندي استوى، بخلي له الملح بتقليبة خفيفة. هسه عندي نشف بهالحالة، راح اشيل قسم من عنده وقسم راح اضيف له طماطم.
وهذا قسم اللي بقى عندي نص سحبت له طماطم. اتركه طبعا هسه الطماطم هم راح تذب مي، اتركه الى ان ينشف المي مالته. يصير عاد اكلتنا جاهزه حبايبي، سفرتنا صارت جاهزه وهسه ويا الاذان وكل عام وانتم بخير يا ربي. هذا عدنا طبعا الزلاطه والشوربه، وهذا عدنا الكبد اللي حمسناه بدون طماطه، وهاي العروق مالتنا او كباب طاوه، وهذا اللي حمسناه بطماطه وخلينا له فلفل حار، وهذا اللي بدون فلفل بس بطماطه، وهذا التمر اللي حشيناه، وهاي الخضروات والطرشي والشرابات واللبن. وان شاء الله صحه وهنا علينا وعليكم، ورمضان كريم.